هي بضاعة ما بقى بدي، ما لازمني. هلا اشتريت كفايتي وكفاها المولى، وانت اذا بدك تبيع حصتكني الاغاثة روح لعند جاري بشتري بالفرد وبالمفرة، انا بشتري اغاثة بالجملة باباتي. يا حبيبي عم بقول ايش القصة، شلون موافقة معكم؟ من الكرم من الاخلاق فهمنا شي. وبيقولوا لك رمضان كريم، ايه طبعا رمضان كريم، لك انتو الظلام. وبيقولوا لك كمان ليش ما عم ننتصر؟ وليش الدنيا كلها عم تتآمر علينا؟ لك مو الدنيا اللي عم تتآمر علينا، نحن يلي عم نتآمر على حالنا، لك نحن يلي خذلنا ثورتنا ونسينا دم شهدائنا، لك صدقوا المؤيدين لما قالوا انكم انتو اللي خربتوا البلد، لانكم انتو يلي خربتوا البلد، انتو كنتوا ايد اليمين لنظام بخربان البلد، انتو يلي رباكوا النظام على تخريب القيم والمبادئ والاخلاق، يلي وسناها من اجدادنا، لك يا بالشوم عليكم، هاي ديننا الحنيف، هاي هي اساس اسلامنا، لك يا حيف عليكم، يا حيف عليكم بس. وانا عم بقول ايش القصه، منين هيك متكرمين؟ عم بقول ليش كل مالنا لورق لورق، وانا وامثالي عم نكحط طول النهار، ما منطالع حق ربطه خبز، وغيرنا ركب سيارات. ها لك قليل عم بصير فينا قليل. واذا فاكرين انه رح نستسلم بتكونوا غلطانين، وغلطانين كتير كمان. مهما قصفنا بقذائف وبراميل وصواريخ ما رح نترك ارضنا ولا رح نغير مبادئنا، لكن احنا بناكل تراب لانه التراب الطاهر فيه شفاء وفيه غذاء، واللي ما بيصدق يجي يدوق. لكن احنا بناكل وراء الشجر وما منزلنا غير لله، انه تموت الحرة وما بتاكل بساديات. يا ريت يترجم هالكلام لكل لغات العالم، مو مشان يعطف علينا ها، بس مشان يتعلموا مننا. معدو مزبوط عم تحكي.